هاد الوليد عرفته مني كان مازال على النهار ويتزاد. مشيت عند الطبيب قال لي الدريره عندها الماء في الراس. في الاول انا كنحسب لي زعما ما عمري عرفت زعما هاد المرض هذا، قلت صافي في الاول عادي زعما بيحيدوا الماء في الراس عادي. صافي قال لي صيفطني عند اختصاصيه في فاس. مشيت عند وحده في فاس قالت لي الدري مشوه ما فيه ما يتشاف، انت واجد اي شيء ولا ما نعرف. صافي ديك الساعه صيفطتني المركب. صافي ديك الساعه ولدك نهار هذاك في العشيه ولات بقيت نتبع معاهم تما. صافي في الاول قالوا باش يديروا العمليه شحال وانا ناعسه تما. واحد شويه هي ما جات لي وحده بالورقه ديال الخروج، قلت له انتم عاد قلتوا لي لا باري نركبوها له. قالت لي لا ما يمكنش، الولد ما عندوش المخ والجمجمه ما عندوش كامله. صافي الولد ما غاديش يعيش. صافي خرج بحالك. بقينا كنمشيو نجيو كيعطونا رونديفو كل سيمانه كل سيمانه، كنخرج ندخلوا من هنا حتى لتما. صافي دابا عطونا رونديفو بحال الا قالوا لنا سيروا بحالكم. حتى شهر 12 الولد قداش راسو، ومن هنا شهر 12 قداش بيرجع يرجع هو كيزيد نهار على نهار. ومن هنا شهر 12 دابا ما كنقدرش حتى نزوز. دابا الا مشيت راسو قالوا هيت ولا هيت صافي مشى اونكو مشى يتحرك على شويه اونكو مشى. المشكل اللي عندي عندي الدريري هذا عندي عيان بزاف، ومشيت للطبيب هذه لمدة 6 شهور. دابا انا كنمشي كل مره كنمشي كل سيمانه كنمشي وما عطوني حتى شي نتيجه، كيسردوني من هنا لهنا لهنا. حرام واش كاين شي طبيب ولا شي فرمليه اللي شدت لي الدري وقالت لي الدري شداتو بيدو بيدها وقالت لي الدريري مالو شي حاجه. كيقولوا لي سير ليه كيقول عاودي بدلوا رونديفو سير حتى للتاريخ الفلان فلاني وغاد رجع لعندنا. رجعت هاد المره هادي عطاوني رونديفو حتى للتاريخ 22 في شهر 12 2020. قلت لهم انا قولوا لي الدري زعما عايش ني الحاله ديالو شنو كاين. قالوا لي الدري ما غاديش يعيش والاعاقه ديالو صعيبه بزاف، ومن الاحسن قالوا لي من الاحسن يموت. قلت لهم انا ما نقدرش. كل واحد عنده كبده في قلب، عنده الماء في راسو، عنده الماء في راسو في الروح ديالو وفي كرشوه حتى هي كنتفخ. كيمرض لي بالحمى وكيمرض لي بزاف بالسعله، كيبغي السعله كيبغي يموت. كنقول انا صافي صافي الدريري مشى لي الله يجعل البركه. كنطلب المساعده للدريره ما عنديش باش نقاوم مع الدريري. كيطلب لي المصاري بزاف والمغلى والحليب والكوش، وانا خدام على الخدمه احمل في السوق كنصور 40 درهم 50 درهم هي اللي كنصور وكاري. حتى ما هاد مول الكره مسكين شهرين ما خلصتوش وقال لي الله يسامح. قال لي الله يسامح عليك. قال لي ما بيديش عليك الله يسامح عليك. ومره اخرى خلصني قلت له مرحبا ما كاينش مشكل.